طيب، مكالمة من المكالمات اللي حضراتكم هتحبوها جدا، وقد ايه هذا الرجل او هذا النجم الكبير الحقيقة اللي هيكون معانا كابتن محمود ابو رجيلة. كابتن محمود ابو رجيلة هيكون معانا، هنتكلم في نفس الاطار. هذا الرجل الحقيقة كلنا اتعلمنا منه، كلنا عارفين قد ايه قيمته في نادي الزمالك وقيمته في مصر خلال الفترة اللي فاتت. فخلينا ناخد واحد من رموز نادي الزمالك، كابتن ابو رجيلة. كابتن ابو رجيلة، ازي حضرتك؟ كابتن اسلام، ازي حضرتك؟ انت حبيبي، انت متنرفز ليه ومتعصب ليه؟ انا ولا متنرفز ولا ده حد يسمع صوتك ويتعصب يا كابتن ابو رجيلة؟ الله يخليك، اهلا وضيوفك، بس كلكم عليا ولا ايه يعني؟ امال ايه، كلنا عليك النهارده. كابتن عادل طعيمه، كابتن فتحي نصير، الكابتن ماهر اللي عندك دي، ربنا يخليك يا كابتننا، ودايما منور ودايما موجود معانا. الله يخليك، ربنا يكرمنا في الخير ان شاء الله، ان شاء الله في بعض، ويبعد الشيطان وينسينا يا رب بحق جهنمي، وتبقى مباراه من احسن مباريات اتلعبت في السنه دي باذن الله. شايفها ازاي المباراه بكره يا كابتن؟ ده اولا. ثانيا، عايز حضرتك تكلمنا عن علاقات التاريخيه. شويه الشطه اللي بيتعملوا كده في وسط، وخاصة الموبايل دوت، يعني بقى حاجة مش معقولة يعني، بدل التكنولوجيا اللي احنا بنتعلم منها، طلعت ناس كده وتكتب حاجات غريبة الشكل. احنا طول عمرنا يا كابتن أصدقاء، وطول عمرنا قوات، وطول عمرنا بنتقابل في منتخب، وطول عمرنا بنتقابل في مناسبات، وطول عمرنا احنا وبعض يعني على أعلى مستوى. وأنا عندي يعني تاريخ كبير جدا وأنا بلعب وأنا صغير في الناشئين، يعني أنا أول ما لعبت كورة وأنا صغير في الناشئين، أهلي والزمالك في ريرة وفي السايس وفي مصطفى عبد الغالي الله يرحمه، كابتن، مجموعة كبيرة جدا من اللاعبين القدامى، وإحنا كنا أصدقاء وإحنا صغيرين لغاية لما كنا بنروح معسكرات مع بعضينا وإحنا صغيرين. أيوه. لما كبرنا كان بنشوف كبارنا كانوا بيجوا نادي أهل الزمالك زي كابتن احمد مكاوي ومحمد جندي وحلم ابو المعاطي، وكان كابتن حنف بسطان والكابتن عصام بهيج ورياكن وشريف الفار كانوا بيروحوا، وساعات كنا بنلعب في النادي الاهلي واحنا خارجين يمسكنا الكابتن طارق سليم او كابتن طه، نقعد في النادي نتغدى او نتعشى، والعكس كان صح برضه بنفس الشكل عندنا في نادي الزمالك. نعم. طول عمرنا انا فاكر مره، يعني معلش يعني، كان انا بلعب مباراه مع المرحوم الكابتن جوهر العظيم، وكان لازم المباراه دي لازم ناخد لاكسب ناخد تعادلت 2-2 وخدت الدوري. مع بال لبسنا ورحنا النادي الزمالك، كان مجلس اداره نادي الاهلي بقياده محمود حافظ تقريبا، وامين بشعير وعبد الوهاب سليم والمجموعة الكبيرة دي كلهم موجودين في أوضة الكابتن حلمي وقاعدين يتساوروا مع بعض ويباركونا. بعد منها بأسبوع أو ثلاثة، أسبوعين أو ثلاثة، نفس الحاجة حصلت في النادي الأهلي، كسب كأس مصر، كلنا رحنا النادي الأهلي. أنا بشوف إن إحنا يعني ثلاث أرباع لعبتنا القديمة واللي لسه طالعين جداد، يعني بنتقابل في منتخبات، بنتقابل مع بعضينا في 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 أي مكان، محترمين بعض وشبعانين جدا كوره وشبعانين ربنا جماهيريا وكل حاجه. ماتش كوره اهلي وزمالك ده، سواء ده كسب او ده خسر او ده كسب وده خسر او طلع درون، ده بيبقى تاريخ لاي لاعب. يعني لما انا العب والعب كويس والناس تسقف لي والجمهور مش عارف ايه، تبص تلاقي هيفضل تاريخك كبير كبير كبير. وانا متهيألي كل الماتشات الكبيره اللي اتلعبت ما حصلش بينا وبين بعضينا مشاكل. المشاكل الناس اللي بتحب يعني تحاول بقدر الامكان انها تولع الموضوع، لكن انا شايف وحاسس ان المسؤولين في نادي الزمالك ومسؤولين في نادي الاهلي على درجه كبيره من الوعي ومن التفكير، بان احنا عندنا بطوله افريقيا في مصر، زائد ان المباراه دي فيها اكثر من لاعب في منتخب مصر، زائد ان احنا بنعمل تجربه ان الناس ما تتعصبش عشان الجمهور لما يخش في ماتشات افريقيا. ان شاء الله ان شاء الله، احساسي ان شاء الله هتبقى مباراه كبيره جدا جدا جدا. نتمناها يا رب ان شاء الله. يا كابتن ابو رجيله، يعني كابتن عادل طعيمه، اعتقد ان انتوا كنتوا مع بعض كام سنه يا كابتن؟ اخوي عزيز وماشيين في كتف بعض. احنا قعدنا مع بعض في الرياض 6 سنين في بيت واحد.
في بيت واحد يعني كنا بنتكلم صح. وكابتن نبيل نصير جه زياره وقعد معايا 3 شهور. اتفضل كابتن محمود على طول احنا بنتزور. كابتننا اتفضل. البيت ده كنت انا ساكن فيه، كنت بصرف على بتوع الاهلي كلهم، كنت باكلهم عندي في البيت فوق. كان الدور التحتاني كله اهلاويه كانوا بيشتغلوا في الحرس الوطني وبعض انديه. اسال كابتننا العزيز كابتن عادل اللي عايز كشري واللي عايز مش عارف النابت. كانت ايام جميله دايما يا كابتن، وهتظل هذه الايام دايما طبعا جميله ما بين الفريقين. والله العظيم ما في مشاكل يا كابتن، اقسم لك بالله ما في مشاكل، وان شاء الله ان شاء الله ربنا يكرم وتبقى مباراه على اعلى مستوى يا رب ان شاء الله. نقعد نفكر فيها 100,000 مره ونقعد نتكلم فيها. وخلي بالك الخليج كله مستنى المباراه ديت. مظبوط، ناس كتير النهارده كان في النصر والهلال والناس قاعده تتكلم على ماتش بكره ونفس النتيجه اللي كانت موجوده، ده فرق بينه وبينه نفس النتائج بتاعت الزمالك والاهلي. نعم ان شاء الله ان شاء الله ربنا يكرم ونعمل مباراه كبيره ونحاول بقدر الامكان ان احنا ما حدش يتعور فينا، لان كفايه بقى تعورات وكفايه اصابات عشان منتخبنا وعشان نكمل لسه الموسم كبير يا كابتن. لسه الموسم كبير وانت لعيب كبير وعارف ان من المباراه دي مش مباراه حسم، لكن مباراه كل الناس بتطلع تقول اليوم الفلاني في التاريخ الفلاني. انا لما ما كنت بلعب والعب ضد ماتش النادي الاهلي كويس، لما رحت خطبت مراتي انا كسبت الاهلي، انا اتعادلت، انا اتعملت، يعني بتبقى حاجه يعني فظيعه. يا ويلي بقى انا اتغلبت بقى، يعني انا ابويا يطردني تاني يوم. ربنا يديك الصحه ودايما تفضل موجود في وسطنا يا كابتن ابو رجيله، ودايما بتمتعنا بكلامك. ربنا يبعد على الخير يا رب، وربنا يكرمنا وسلامات للتعظيم، سلام لحبايبك اللي موجودين معاك. ربنا يخليك يا كابتن، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا للنجم الكبير واحد رموز نادي الزمالك النجم الكبير الكابتن محمود ابو رجيله. كلام محترم، وهو ده الكلام اللي دايما